جاء البت في الدفع المثار من قبل دفاع المتهم. هم هذا الدفع بقي الامر زعما يحمل اكثر من علامه استفهام، على اعتبار ان هذا الدفع هما منهم من قال بانه دفع شكلي من نوع خاص، ومنهم من قال بانه طلب صراح بناء على الراي الاستشاري ديال فريق العمل. ولكن هو دفع شكلي من وجهه نظرنا احنا، والدفع الشكلي يجب ان يثار مع باقي الدفوع دفعه واحده قبل كل دفع او دفاع تبقى المقتضيات الماده 323 قانون المسطره الجنائيه. والمحكمة دابا الراي ديالها ما يمكنناش نعرفوه، يعني وجهه نظرها في الدفع وتكيف لهذا الدفع، لان ارجات فيه البت. دونك مضطرين انه غادي يكون المحطه المقبله هي محطه لمناقشه الدفوع الشكليه، وهو المساله اللي هي مهمه جدا، لان علاش الدفوع الشكليه هي من اهم النقاط التي يثيرها الدفاع من اجل تبيان مكامن الخلل التي يمكن ان تشوب دعوى عموميه معينه او اجراءات معينه. وبالتالي غادي تكون عندنا فرصه باش نعاودوا نناقشوا ديك المغالطات وديك الاكاذيب اللي خرجت للاسف الشديد حدود هذا الوطن، في اساءه كبيره للمتهم، وفي اساءه للقضاء، وفي اساءه الحقوق الانسان في هذا. ولكن الاخطر والامر في اساءه الضحايا، لان هادشي كله يمكن يتاثر كما بغى يتاثر شي حد، ولكن ملي كيولي بنادم تيفكر بواحد الطريقه باش غادي تحمي واحد الشخص بكل الوسائل وتولي الغايه تبرر الوسيله، وعلى حساب من؟ على حساب نساء مستضعفات، على حساب نساء الان تعاني. وانا اليوم اتصلت بوحده فيهم كتعاود لي على معاناه ديالها مع احد من الاقرباء ديالها اللي تيوصفها بابشع الاوصاف، واضطرت باش توضع شكايه ومشاكل كثيره. يعني تخيلوا معايا هاد النساء المعاناه اللي كانت عندهم وهما اجيرات، والمعاناه ديالهم وهما مستغلات، والمعاناه ديالهم وهما ضحايا في ملف متنصبات كمطالبات بالحق المدني، والان في مجريات هذه المحاكمه وما يتحملونه من اثار، لان الناس اللي كيروجوا هذه الاكاذيب راه ما غاديش نقول لهم حشومه راه كتسيئوا لضميركم، وما غاديش نقول لهم حشومه راه كتسيئوا شروط وضمانات المحاكمه العادله وكتحرفوا الحقائق والوقائع وكتسيئوا السمعه. هادشي كله ما تهمنيش. عباد الله، تفكروا بان اي واحد فيكم عنده بنته، عنده اخته، عنده عائلته، واش واحد فيكم يبغي كيف ما بغى يكون هذا الانسان اللي هو عنده سلطه كيف ما بغات تكون، واخا قليله حنا ما كيهمناش، السلطه كاينه، انه يستغل النساء بهذه الطريقه وتجي تبقى تعطيني الخرافات والخزعبلات ديال الحره لا ترضع من ثديها. عباد الله، هذه الهضره عينا منها. راه القانون فوق الجميع، راه ما كاينش تبقى تقلب انت على الحلول ديال قضايا الجنس بان المراه خصها تكون زعيمه وخصها تكون قويه وخصها تكون جباره وخصها تكون تتحدى، وماشي كلهم بحال بحال. وحنا لا نساء ولا رجال، حنا ماشي كلنا بحال بحال، لا في الطاقه ديال التحمل ديالنا، لا في البسيشيك ديالنا، لا في التربيه ديالنا، لا في القدره الماديه، لا في المستوى الثقافي، لا البيئه فين كبرتي. دونك ملي يكون الانسان مستضعف، لكن الرجال وكيخدعوا رجال وما تيقدرش يقول الباترون ديالو لا، وكيضطر انه يعاملوا شي معاملات حاطه من الكرامه وكيصبر. دونك ما يمكنناش حنا نبقاو دائما في هذا النقاش ديال ان هذوك الضحايا من المفروض فيهم كانوا يكونوا شي بطلات في شي تصور خيالي، وبالتالي اللي درناه فيهم حلال. نكذبوا على فريق العمل، نكذبوا على الحقيقه، نزوروا الحقيقه، نكذبوا على الراي العام، نخرجوا اشاعات، نشوهوا الحقيقه. حنا ملي جينا كنتحاكموا حنا عندنا الحقيقه المفترضه ديالنا، والدفاع ديال المتهم عندهم الحقيقه المفترضه ديالهم، ولكن عنوان الحقيقه سينطق به القضاء ولا احد غير القضاء. وحنا كنقولوا في ظل المعطيات الراهنه لم ننصف كضحايا، ما نصفنا لا قضاء لحد الان، لا نيابه عامه، لا دوله، لا مؤسسات. هذه البلاد كلها ما زالت مفعمه بالفكر الذكوري اللي كيأذي المراه كيف ما كانت عندها مستوى ولا ما عندهاش مستوى. نهار اللي كتمشي تظلم هزه في الجبهه ديالها انها ليست الا امراه، وبالتالي قضايا الجنس هي المسؤول رقم واحد عليه، وهي يمكن لغواته، وكل ماشي هي ما يمكن ما يكونش سي توفيق بو 20 في الحبس، ويمكن يكون ماشي هي حنت امراه كان الامور غتمشي بخير والناس بداو تتبرع فيه، ممكن تقول لك عنده اعتقال تعسفي خصو يخرج، ومع العلم انه معتقل اعتقال احتياطي على ذمه قضيه اللي خصو يتحكم فيها.
الحقيقه كيقلبوا عليها كاملين، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش اننا نجيو على الضحايا ونغيبوهم كطرف المعادله ونقولوا بان لافير فيها غير بو 20 وشي ناس اخرين. لافير فيها بو 20 والضحايا بس. هايا